بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا فيكم. وهنبدأ إن شاء الله بإذن الله من حضرتنا اليوم اللي هي بعنوان الموافقات الطبية. المرجع للموافقات والمعلومات اللي أخذناها في البرزنتيشن هذا إن شاء الله حتكون مدته بحول الكريم ما بين نص ساعة إلى 40 دقيقة. بأمر الله نستعرض فيه المعلومات حق الموافقات الطبية، ويريد في إذا كان في أسئلة أو نقاشات نحاول نخليها في الأخير إن شاء الله، على أساس إنه يكون في مساحة من الوقت للنقاش بإذن الله. طبعا المرجع بالنسبة للمعلومات اللي أنا استقيتها في المحاضرة هذه هي مجلس الضمان الصحي، اللي هو المظلة والأمبريلا حق شركات التأمين والمرافق الطبية، وشركات التأمين العاملة في السوق السعودي في الوقت الراهن. المحتويات اللي بإذن الله حتكون في المحاضرة اللي حنتكلم عنها، أول حاجة مقدمة عن الموافقات الطبية، بعد كده راح ننتقل لنماذج طلب الموافقات الطبية المسبقة، وبعد كده حننتقل في المرحلة الثالثة لأمثلة للخدمات التي تطلب موافقات مسبقة، وبعد كده تفاعلكم إذا كان في إن شاء الله بإذن الله أسئلة أو استفسارات حابين نتناقش فيها فيما بيننا، وآخر شيء بنختتم ونشكركم على حضور اللقاء. طبعا خلينا ناخذ أول حاجة من البداية، نكون عارفين إيش مصدر المعلومات هذه اللي حتكون موجودة معانا. بالنسبة لمجلس الضمان الصحي، المعلومات اللي موجوده فيه هي الستاندرد بوليسي او الوثيقه الموحده اللي ما بين وما بين المرافق، ما بين شركات التامين والمرافق الطبيه. ممكن في بعض المعلومات تكون على سبيل المثال الحد الائتماني يكون اعلى، لكن مرجعنا واساسنا اللي هو الوثيقه الموحده ومجلس الضمان الصحي. تمام، خلينا قبل ما نبدأ ونروح للسلايد الثاني، خليني أسألكم البيس بالنسبة لنا في المعلومات بالنسبة للموافقات المسبقة، كم بتاخذ المفترض أو المعدل اللي معتمد من قبل مجلس الضمان الصحي، كم وقت تاخذ الموافقة عشان تطلع من المرفق الطبي إلى أن تصل إلى شركة التأمين؟ ريت إذا كان معلومة إنه نذكرها. جميل جميل جدا جميل، صحيح هي 60 هي 60 دقيقة. طيب كم الوقت اللي المفترض ياخذه أو تاخذه شركة التأمين عشان ترجع للمرفق الطبي بالرد؟ إذا كان أحد عنده معلومة يشاركها معنا بالشات الكتابي. طيب ننتقل للسلايد اللي بعده او الصفحه اللي بعدها عشان نشوف ايش المعلومه، مدى دقه المعلومه اللي الاخوان تفضلوا بذكرها ومشاركتها معاهم. يعطيهم العافيه جميعا على مشاركه المعلومات. طيب بالنسبه لي نبدا عن الوثيقه الموحده وتحديثاتها والموافقات الطبيه. اول حاجه الموافقة الطبية، عذرا للخطأ، أولا هذه ليس عن الوثيقة الموحدة، هي الموافقات الطبية، فأعتذر منكم عن اللبس هذا. الموافقة الطبية هي عبارة عن إخبار نصي أو كتابي من قبل شركة التأمين لمزود الخدمة بالبدء في تقديم خدمة علاجية للمؤمن عليه. تتطلب الخدمة هذه تتطلب موافقة مسبقة لتقديم الخدمة. إذن عشان انا كمرفق طبي ابدا واقدم الخدمه الطبيه، احتاج في بعض الحالات اني اخذ موافقه مسبقه للخدمات.
الموافقة الطبية المسبقة تتفرع لثلاثة فروع، فإما أن تكون ذات صبغة طبية بحتة، يعني الموافقة لازم تكون خدمة طبية تحتاج إلى موافقة، أو أن تكون ذات صبغة تقنية، يعني تكون خاضعة لسيرفيس كود، خاضعة لقيمة معينة تتطلب الموافقة المسبقة عليها، أو تكون بهما معا. تمام. بالنسبة للي بعدها، شركة التأمين ملزمة بالرد على طلب الموافقة الطبية من مقدم الخدمة بحد أقصى خلال 60 دقيقة من وقت الاستلام، وهذه المعلومة اللي أكدوها الإخوة والأخوات في ردودهم، الله يعطيهم العافية. وإذا كان هناك استفسارات أو ملاحظات من قبل شركة التأمين على الموافقة الطبية المطلوبة، فإن مقدم الخدمة ملزم أنه يرد عليها خلال 30 دقيقة كحد أقصى من وقت الاستلام. يعني أنا كمزود خدمة، في حال أنه جاتني أو جاني استفسار أو موافقة طبية تحتاج إلى زيادة معلومات من قبل الطبيب المعالج أو من قبل الزملاء في أقسام التأمين في المرافق الطبية، فبالتالي يتطلب الوقت حد أقصى 30 دقيقة عشان أرجع أنا لشركة التأمين بالإفادة أو بالاستفسارات اللي يحتاجونها شركات التأمين عشان أقدر أخذ بناء عليها الموافقة. معلومة تم إضافتها من قبل الأخوة والأخوات في الردود من شوي، إنه اللي حنذكرها الآن، في حال عدم استلام مقدم الخدمة للرد على الموافقة الطبية المطلوبة خلال المدة المحددة، فيتم التعامل مع هذه الحالة على أساس الموافقة، وذلك حسب ما تم التوجيه به من قبل مجلس الضمان الصحي. أدري إنه الواقع يقول غير كذا أخوي ثامر، بس يعني خلينا يعني نشوف إذا كان في ملاحظات، الله يعطيكم العافية. أكون سعيد إنه نشاركها مع بعض في نهاية المحاضرة، إذا تسمحوا لي تتلطفوا علي، الله يعطيكم العافية. تبشر بالجنة، ربي يبشرك بالجنة حبيبي، تسلم تسلم. طيب، الموافقة الطبية إما أن تطلب مباشرة عن طريق موقع شركة التأمين أو من خلال وسيط بين شركة التأمين ومزود الخدمة. يعني أنا في عندي شركات التأمين تتوزع، فإما أنا آخذ كمرفق طبي أو كمزود خدمة آخذ الموافقة مباشرة عن طريق موقع الشركة اللي معطيني أوثوريتي وأكسس عليه، أو إنه أروح عن طريق شركات الوساطة، وساطة الخدمات اللي موجودة، ليست وساطة التأمين، وإنما يمكن هي شركة معروفة اللي موجودة عندنا، شركة واحدة اللي هي بتاخذ موضوع وساطة نقل الموافقات أو نقل المعلومات ما بين شركات التأمين وما بين المرافق الطبية. فيا إنه تكون مباشرة عن طريق موقع الشركة شركة التأمين، أو إنه تكون مباشرة أو أخذها عن طريق وسيط من قبل شركة التأمين، ما بين شركة التأمين وما بين مزود الخدمة. طيب، السلايد اللي بعده اللي هو نماذج الموافقات. يمكن إحنا كعاملين في المجال الطبي أو في المجال الصحي عندنا معلومة سابقة أو فاميليار على النموذج هذا اللي موجود عندنا اللي هو اليوكاف. اليوكاف هذا بيستخدم لجميع العيادات وجميع التخصصات ما عدا تخصص الأسنان وما عدا عيادة أو تخصص العيون، وحيكون فيها نماذج لاحقا إن شاء الله حنستعرضها مع بعض. طبعا أنا النموذج هذا بيعبأ من قبل الزملاء في قسم الاستقبال، وبعد كده ينتقل إلى قسم التأمين، ومن ثم إلى الطبيب المعالج، وبناء عليه يتم إعطاء الموافقة من عدمها من قبل شركة التأمين. ولكن عشان أنا آخذ موافقة من قبل شركة التأمين وتكون بإذن الله مكتملة الأركان، لازم في بنود عندي مهمة يتم تعبئتها من قبل مزود الخدمة أو من قبل الطبيب المعالج. على سبيل المثال، أنا شركة
شركة التأمين بتطلب مني إنه تكون المعلومات مكتملة عشان أنا في المقابل الطبيب اللي حيكون في الطرف الآخر اللي هو في شركة التأمين يرد علي ويعطيني الموافقة من عدمها، فعشان أحطه بالصورة كطبيب أو طبيبة في شركة التأمين اللي بيستقبل طلب الموافقة من قبل الطبيب المعالج، لازم نموذج اليوكاف هذا اللي يكون موجود قدامي مكتمل الأركان. كيف مكتمل الأركان؟ يكون موجود في اسم شركة التأمين وبيانات شركة التأمين وبيانات الوثيقة اللي موجودة، يكون في كذلك بيانات طالب التأمين أو اللي موجود التأمين باسمه أو باسمها، وبعد كده البند أو المربع الثاني اللي موجود عندنا هنا اللي هو يختص بالبيانات حق الطبيب المعالج، من ضمنها درجة الحرارة، من ضمنها ضغط الدم اللي موجود، من ضمنها الوزن، من ضمنها الطول، كذلك المدة اللي كان يشتكي منها المريض أو المريضة قبل ما يزور المرفق الطبي، لأن هذه من الأشياء والأركان المهمة جدا اللي بتعتمد بيبنوا عليها شركات التأمين أو موظفي الموافقات اللي هم الأطباء أو الطبيبات اللي موجودين في شركات التأمين، بيبنوا على أساسها قرارهم بالموافقة من عدمها أو يطلبوا معلومات إضافية. بعد كده بيجي عندنا تشيف كومبلين، وبعد كده الدياغنوز. طبعا هذه من الأشياء أو البنود المهمة جدا اللي إحنا بنتكلم عنها، ويمكن أنا على المستوى الشخصي بحكم إنه لي سابق خبرة في شركات التأمين وكنا بنراجع الأمور هذه. نجد أحيانا في التشيف كومبلين نجد إنه الطبيب المعالج بيختصر في بعض الأحيان الرد بحكم إنه يكون في عنده ضغط بالنسبة لعدد المرضى اللي موجودين، فبالتالي يكون في نوع من استهلاك الوقت في الرد على شركات التأمين أو على طلب الموافقة اللي موجود. لكن فعليا أنا كشركة تأمين بطلب من المرفق الطبي أو من الطبيب المعالج عشان زي ما ذكرنا سابقا إنه يحطني بالصورة عشان أقدر أعطي الموافقة، يديني كافة التفاصيل وكافة البيانات اللي موجودة. يمكن هنعطي مثال وأنا دائما يمكن في كثير من الأحيان استعرضه لأنها كانت بتمر علينا بكثرة. عندي أنا دفعة وبعد كده أهل الأثناء يكون الأب أو الأم بيكونوا عملوا يعني إجراءات أولية، يا إما بأنه عملوا حمام بارد للابن للطفل أو الطفلة، أو يكونوا أعطوه خافض حرارة قبل ما يتم الانتقال للمرفق الطبي. فبالتالي مجرد ما يتم إعطاء خافض الحرارة والانتقال للمرفق الطبي، نصل ممكن لما المرفق الطبي نجد أن الحرارة 37 أو 37.5، والطبيب أو الطبيبة المعالجة يعني يسقط سهوا عندهم أن يذكروا أن الطفل أو الطفلة والديه كانوا أعطوه خافض حرارة قبل ما يوصل. فبالتالي أنا لما أذكر أن المريض يشكو أو الطفل أو الطفلة يشكو من حرارة مرتفعة، فبالتالي هذا يتعارض مع التشخيص اللي موجود عندي والتفاصيل اللي أنا كاتبة. لكن الطبيب لما يذكر أنه يشكو من حرارة مرتفعة ولكن تم إعطاءه خافض الحرارة قبل ما يتم الانتقال للمرفق الطبي، فبالتالي أنا وضحت الصورة بالكامل للطرف الآخر وصار عنده صورة كاملة عن الحالة، وبعد كده بيعطيني إن شاء الله الموافقة وما يكون فيها أي إشكالية. هذا فيما يتعلق في اليوكاف أو التفاصيل الخاصة في اليوكاف اللي موجود عندي. بعد كده طبعا البنود الأخرى المتبقية تتعلق بالسيرفيس كود في حال طلب أشعة أو تحاليل، وتم رفعها لشركة التأمين. النموذج الآخر اللي هو نموذج الديكاف أو الخاص بعيادة
في عيادة الأسنان. طبعا يمكن نفس الشيء بينطبق عليه، بناخذ البيانات اللي موجودة عندنا حق المريض والبيانات حق شركة التأمين، بالإضافة إلى الهيستوري اللي موجود. يمكن الفرق اللي موجود هنا عندنا إنه بيستعرض الأسنان لكل سن على حدة، والخطة العلاجية الخاصة بالأسنان. معروف إنه يمكن عيادة الأسنان من ضمن العيادات اللي بيكون فيها إلزامية بأخذ الموافقة المسبقة للخدمات بالنسبة للأسنان من بداية الخدمات. فأي خدمة يتم البدء فيها للأسنان ما نقدر نبدأ فيها إلا لما ناخذ موافقة مسبقة، وهذا يمكن للحالات أو لبعض الفئات اللي بتتطلب. طبعا الفي في آي بي في بعض الشركات يقول لك يمكن توصيل أو تقدر تبدأ في الخدمة بدون أخذ موافقة مسبقة. طيب هنا أمثلة للخدمات التي تتطلب موافقة مسبقة. في حال تجاوز إجمالي الخدمة الطبية المقدمة مبلغ 500 ريال سعودي خلال الزيارة، وهذا طبعا الستاندرد حق مجلس الضمان الصحي، بينما أنه إحنا نجد أنه شركات التأمين في الوقت الراهن بترسل لنا الوثائق ومذكور فيها في حال تجاوز المبلغ للألف ريال، وبالتالي نبدأ في طلب موافقة مسبقة للخدمات. بالنسبة لفحص فيتامين د، وهذا يمكن من الأشياء الحديثة اللي صارت عندنا في الفترة الأخيرة، بتطلب بكثرة من قبل المرافق الطبية ومن قبل أطباء المعالجين، وسبب إشكاليات في عند الكثير. فبالتالي أصبح فيتامين د رغم أنه مبلغ ممكن ما يتجاوز حتى أو ما يصل إلى 500 ريال، ولكن له بروتوكول معين من قبل شركة التأمين اللي هو إنه ما يتجاوز فترة الفحص ما بين تحليل وآخر للفيتامين د ما تكون أقل من 6 أشهر للحالات في المجمل. ولكن طبعا لكل قاعدة في استثناء، في عندنا حالات تستدعي، خصوصا إنه بعض المرضى شفاهم الله وعافاهم اللي يكون في عندهم نقص أساسي في فيتامين د، فبالتالي تكون المدة ممكن أقل، كل 3 أشهر يكون المعدل عندهم، معدل الزيارة بالنسبة للمرافق الطبية تكون أقل من 6 أشهر. فبالتالي يطلب، ممكن لاقي الطبيب أو الطبيبة المعالجة بيطلب فحص فيتامين د كل 3 أشهر في بعض الحالات. طبعا خدمات وحالات التنويم كلها بنطلب عليها موافقة مسبقة. خدمات عيادة الأسنان زي ما استعرضنا سابقا بنطلب عليها موافقة مسبقة في المجمل، ما عدا الحالات الخاصة أو بعض العملاء أو بعض الفئات اللي هم بيكونوا VIP أو VVIP. فبعض الشركات بتطلب أنه من شركات التأمين أنه هذول العملاء اللي موجودين عندي لا تطلبوا لهم موافقات مسبقة، فأبدأوا بتقديم الخدمة العلاجية دون طلب موافقة مسبقة. بالإضافة إلى ذلك كذلك اللي بعده من ضمن الأمثلة، وهذه يعني اللي يمكن ما كانت مرت على كثير من مننا، اللي هي الزيارة الأولى لمتابعة الحمل والولادة. فليش أنا بطلب موافقة مسبقة للزيارة الأولى لمتابعة الحمل والولادة؟ لأنه بجد عندي في أغلب الحالات المرضى بيتنقلوا مرفق طبي إلى آخر، خصوصا في الفترة الأولى من الحمل، ممكن تكون بسبب عدم ارتياح للمرفق وعدم ارتياح للطبيب أو الطبيبة المعالجة، فبالتالي بينتقلوا إلى مرفق طبي آخر، فيكون في استهلاك سريع للوثيقة اللي موجودة عندنا لأنه مربوطة بحد ائتماني، فبالتالي يكون في استهلاك سريع للمبالغ، ونيجي قبل انتهاء الوثيقة نجد انه احنا تم استهلاك الحد الائتماني بسرعة. فهذا السبب كان حرص من قبل شركات التأمين
انه يكون في موافقه مسبقه للخدمات التي تتطلب او تستدعي الزياره الاولى لمتابعه الحمل والولاده. هنا شرح تفاصيل الردود، بالاضافه طبعا الى الامثله، عفوا نرجع بس عليها، بالاضافه للامثله اللي موجوده، هي اي خدمه تتطلب او تستدعي او مربوطه بحد ائتماني كلي سنوي، كذلك نحتاج ناخذ موافقه مسبقه عليها عشان نشوف ايش المبلغ اللي تم تجاوزه، او ايش المبلغ اللي وصلنا له عشان ما يتم استهلاك الحد الكلي السنوي لاي خدمه بتكون موجوده عندنا. عندنا هنا السلايد اللي بعده، وهو قبل الاخير، شرح تفاصيل الردود للموافقات المسبقه. طبعا مجرد ما ارسل موافقه مسبقه يكون عندي واحد من الست ردود اللي موجوده هنا امامنا. اول حاجه اللي هو البندنج او اندر بروسيس اللي هو قيد الدراسه، تكون استلمت الموافقات ولكن يكون في انتظار رد من قبل طبيب شركة التأمين عشان يفيد المرفق الطبي بالموافقة من عدمها. اللي بعد كذا هتكون الابروفد او الجرانتد اللي هي الموافقة، خلاص تمت، انا قدمت الموافقة وتمت الموافقة على الخدمات اللي انا طالبها بالكامل. الخدمة اللي بعدها ديس ابروفد او ريجكت، طبعا هذه بتكون للخدمه، تكون الخدمه مرفوضه من قبل شركه التامين، وبيذكروا غالبا سبب الرفض، يا اما يكون السبب تقني، اما يكون انه تقني بسبب تعارض الخدمه مع السعر المقدم، او انه يكون سبب طبي او اختلاف الراي الطبي ما بين مقدم الخدمه وما بين الطبيب المعالج والطبيب اللي اطلع على الحاله. بعد كذا في البارشل ابروفد اللي هو تمت الموافقه جزئيا على الخدمه، ويتم ذكر الجزء الموافق عليه، يعني انا طلب ثلاث تحاليل ممكن تمت الموافقه على تحليلين من اصل الثلاثه، وفي تحليل منهم بيكون مرفوض، فيتم ذكر التحاليل اللي تمت عليها الموافقه وذكر التحليل المرفوض وذكر السبب من رفض التحليل هذا. فاحيانا يكون سبب الرفض انه التحليل انعمل خلال فتره قريبه سابقه فبالتالي ما قدروا ياخذوه، او انه لسبب طبي اخر. فردر ديتيلز ابروفل، مطلوب تفاصيل اكثر من قبل الطبيب المعالج او المرفق الطبي لاتمام الموافقه المسبقه، يعني انا قدمت خدمه معينه وبالتالي احتاج انه اخذ موافقه طبيه عليها لاتمام الخدمه. كونديشنال ابروف، موافقه مشروطه تعطى لموافقه مشروطه تعطى لموافقات العيون والاسنان، وتعني بان هذه الموافقه مشروطه بحيث يكون المريض مؤهل لتقديم الخدمه العلاجيه. اوكي، يعني انا في عيادات الاسنان او عيادات العيون بقدم الخدمه، بيكون عندي موافقه مبدئيه على الخدمه، ولكن الخدمه هذه خاضعه للمراجعه الطبيه بعد كده. مجرد ما تصل الموافقه ومجرد ما تصل المطالبه لشركه التامين يتم اعاده النظر فيها، ولربما يتم رفضها اذا ما كانت مستوفيه كافه الشروط أو الرأي الطبي اللي بيكون مذكور. كذا احنا بنكون وصلنا لنهاية الشرح ونهاية المحاضرة هذه، فنترك مجال للنقاش. أتمنى إنه احنا نكون يعني أخذنا جزء كبير منها وكانت مفيدة بالنسبة لنا. في يمكن أسئلة تم استعراضها خلال الوقت السابق. هل أستطيع أن أختصر الوصف بما أنه تم وصف الحالة سابقا؟ المفترض لا يكون، حتى وإن كانت الحالة موجودة سابقا عند شركات التأمين، ولكن في بعض الأحيان يكون الطبيب اللي استلم الموافقة غير الطبيب السابق، فبالتالي احتاج انه استدرك الامر واحط كافه البيانات وكافه الامور عندي.
في شيء يمكن احنا المفترض انه احنا نسويه للاحتياط بالنسبه فيما يتعلق بالموافقات المسبقه، وهذا الامر عائد لكم كموظفين في المرافق الطبيه او في شركات التامين. المفترض والاسلم في التعامل انه انا احط عندي ملف جانبي للموافقات اللي يتم استلامها والموافقات اللي يتم ارسالها في حال تطلب الامر في وقت لاحق اني ارجع لها. فبالتالي يكون في ملف جانبي عندي انا موجود اما على سطح المكتب او في يعني او على الايميل، يكون في نسخه موجوده عندي من الموافقات في حال تطلب الامر اني ارجع لها مستقبلا. طيب، هل تحتاج الأدوية المزمنة موافقة حتى لو كانت أقل من السقف اليومي؟ أي نعم، الأدوية المزمنة نعم تحتاج إلى موافقة مسبقة، لأنه بالعادة إحنا بنرسل الموافقات المسبقة للأدوية لمدة 3 أشهر، وبالتالي عشان حتى ما يتم صرفها أو تكرار صرفها مرة أخرى، فبالتالي تحتاج إلى موافقة مسبقة. هل الفحوصات الهرمونية تحتاج موافقة مسبقة حتى لو كان السعر أقل من السقف اليومي؟ نعم، الهرمونات والفيتامينات تحتاج إلى موافقات مسبقة عشان بس يعني يكون في إفادة لشركة التأمين وللبيانات اللي بتكون موجودة ومسجلة في شركة التأمين، وبالتالي أحتاج إنه آخذ موافقة مسبقة عليها. هل التطعيم الموسمي يحتاج لموافقة مسبقة؟ المفترض لا، التطعيم الموسمي ما يحتاج لموافقة مسبقة. هل في سلام عليكم. عليكم السلام، عندي استفسار محتار فيه، هل الولادة تغطى أو في استثناءات أو فقط المراجعات ما قبل الولادة؟ لا، الولادة بتغطى وما فيها أي استثناءات، طالما إن الوثيقة الموقعة ما بين شركة التأمين وشركة الفرد المؤمن تغطي حالات الولادة. والمفترض نصا حسب وثيقة مجلس الضمان الصحي إنه يتم تغطية الولادة للفيميلز. طيب، كيف ممكن نقنن الموافقات الطبية وفرض رقابة من قبل وزارة الصحة وتحييد جشع المستشفيات؟ الكود الامريكي يعني يمكن في كل تعديل بيكون حاليا الكود المعتمد هو الاي سي 10 اللي هو الكود الاسترالي بالنسبه للموافقات، وصحيح تم اعتماده من قبل وزاره الصحه، وحاليا يمكن برنامج نفيس اللي شغالين عليه مجلس الضمان مع المرافق الطبيه، مع بعض كبار المرافق الطبيه، يمكن يحد من الموضوع ده. مساله انه تقنين الموافقات الطبيه هي مو يعني ما نقدر، في بعض المرافق الطبيه بيطلب موافقه طبيه على كل خدمه تقدم، على اساس انه يكون في حفظ لحقوق الاطراف جميعها في الخدمات اللي بتكون موجوده، وبالتالي يكون أطلب موافقة مسبقة لكل خدمة تقدم على حدة حتى وإن كانت أقل من الحد الائتماني، وهذا إجراء داخلي من قبل يعني مزود الخدمة، وليس ما في نص من شركة التأمين ولا من مجلس الضمان الصحي، لكن بعض المرافق الطبية يكونوا يعملوا إجراء داخلي عندهم بطلب موافقة مسبقة لكل خدمة تقدم. طيب، لماذا لا تلجأ شركات التأمين لنظام ربط الفحوصات الطبية لعدم تكرار نفس الفحوصات خلال نفس الفترة؟ هذا يمكن أخوي أحمد يمكن برنامج نفيس يعالج الموضوع هذا، ولكن لسه في طور التجربة حاليا وفي طور العمل عليه، ولكن إن شاء الله مستقبلا ممكن زي ما تفضلت وذكرت إنه ممكن يحل فعلا من تكرار نفس الفحوصات لما يكون في ملف طبي موحد معتمد للجميع. طيب، اللي بعده، في حالات التنويم هل بإمكان شركة التأمين إخراج المريض عند انتهاء المدة المحددة رغم أن حالة المريض لا تسمح بذلك أبدا وهناك احتمالية حدوث وفاة لو خرج؟ المفترض لا، ولكن
شركة التأمين بتطلب من مزود الخدمة أنه يقدم لها شرح وافي وكافي للحالات. وفي بعض شركات التأمين، ويمكن أغلب شركات التأمين، تقوم بزيارة الحالات في المرافق الطبية، خصوصا المستشفيات يكون في طبيب معين من قبل شركة التأمين يزور الحالات اللي موجودة، وبناء على التقرير الخاص بالحالة يتم تقرير الخروج من عدمه. لكن في حالة لا سمح الله احتمالية حدوث وفاة، ما في أي شركة تأمين بتاخذ الريسك هذا وتخرج أي حالة. هل عملية الإجهاض تحتاج إلى موافقة مسبقة؟ نعم، طالما إنه في تنويم للحالة فبالتالي تحتاج إلى موافقة مسبقة. أي حالة تنويم تحتاج إلى موافقة مسبقة. كيف يتم طلب الخدمة؟ ذات الجلسات مثل العلاج الطبيعي، غسيل الكلى، هل تطلب كل جلسة لوحدها أم بشكل مجموعة مثل توصية الطبيب؟ طيب، السؤال ده جدا جميل وجدا مهم. بالنسبة للحالات اللي الخاصة بالعلاج الطبيعي أو حالات غسيل الكلى، طبعا بنجد أنه أنا كموافقة مسبقة بالنسبة لي باخذ موافقة لستة جلسات أو 12 جلسة في حالات العلاج الطبيعي، ولكن كإجراء داخلي من المرفق الطبي عشان الحد من إساءة الاستخدام يتم طلب التوقيع على كل جلسة على حدة. يعني أنا طلبت ست جلسات لمريض أو مريضة معينة، وبالتالي في كل جلسة يزورني فيها المريض أو المريضة بطلب توقيعه على الحضور عشان أثبت حضور المريض، لأنه في بعض الحالات وجدناها أنه بيتم وصف خمس أو ست أو عشر جلسات لحالة معينة، وبعد كذا المريض ما يحضر إلا يمكن ثلاثة أو نص الجلسات وما يكمل الباقي، لكن يكون مسجلة في شركة التأمين أنه حضر جميع الجلسات وتم طلب موافقة مسبقة لجميع الجلسات. لكن إثبات الحضور يتم بالتوقيع من قبل المريض نفسه في سجل الزيارات لكل خدمة ولكل حالة. طيب، اللي بعده، في حال الانتهاء من عملية مثل كسر رجل ويحتاج إلى علاج طبيعي. طيب، في حال الخدمة هذه تحتاج إلى علاج طبيعي، برضو زي ما ذكرنا إنه الخدمات هذه كلها اللي تحتاج إلى موافقات مسبقة أو إلى علاج طبيعي عفوا تحتاج إلى موافقة مسبقة. عشان نذكر عدد الجلسات ونذكر كم تم الاستهلاك منها. طيب، غالبا المستشفيات هذه ربحيه وخبايا الادويه صرفها وطلب التحاليل والفحوصات ما لها داعي، المريض البسيط ما عنده خلفيه ولا خبره. هذه طبعا من شركه الى شركه او من مرفق طبي الى اخر يتم الوصف والكلام. هل يدخل في التأمين العلاج الطبيعي؟ يمكن نعم، ذكرنا انه يدخل في التأمين العلاج الطبيعي. طيب، ولا عنده قدرة، ليش مجلس الضمان؟ يمكن هذه فيها يعني استفسار وفيها تفاصيل اكثر اخوي ثامر، يمكن في قادم الايام يكون في توضيح اكثر من قبل مجلس الضمان الصحي ويتم فيها معالجة الموضوع. هل يتم تغطية تحليل هرمونات فيتامين د للحوامل من عيادة متابعة الولادة أو يتم إرسالها إلى عيادة الباطنية؟ ما في تحديد في الموضوع هذا. إذا كانت الطبيبة المعالجة هي طبيبة نساء ولادة فيتم إرسالها مباشرة عن طريق عيادة النساء والولادة، أو إذا كانت من عيادة الباطنية فبالتالي تكون عن طريق عيادة الباطنية. ما فيها يعني فصل في الموضوع. طيب، في حالة صارت أمس مع أحد عملائنا تم صدور موافقة طبية وصرف أدوية وفاتورة وهو أساسا موجود ببيته، كيف ممكن نقدر نتحكم بشيء هذا وما يأثر على معدل الخسارة؟ بالنسبة للموافقات الطبية هذه تكون صادرة عن طريق شركات التأمين، ويتم إرسال أو إيصال الأدوية إلى المريض كخدمة إضافية، ما فيها شيء. تأثير معدل الخسارة في حال إذا كان الأدوية أو الخدمة هذه أو المريض هذا اللي موجود عندي
من ذوي الحالات الخاصة أو الأمراض المزمنة، فما نقدر يعني نسوي في حاجة يحتاجها المريض، طالما إنه يحتاجها ما نقدر يعني نستهلك أو نقنن الموضوع. طيب، متابعة ال second opinion خيار يفرض الحالة بدون موافقة. ما فهمت هذه أخوي سامي، لو توضح لي هي أكون شاكر. طيب، في حالة المريض تحتاج أو يحتاج إلى إبر حديد بسبب نقص الدم، هل الإبر توطى في التأمين؟ نعم، إبر الحديد توطى في التأمين، ولكن تطلب موافقة مسبقة. ممكن تشرح تغطية شركات التأمين لحالات الحوادث؟ طبعا تتفرع الأمور هذه إذا كانت حالات حوادث خلال ساعات الدوام أو عائدة إلى إصابة عمل، فبالتالي يتم تغطيتها من التأمينات الاجتماعية، ولكن تغطية حالات الحوادث هذه يكون فيها تفصيل أكثر، خاضع لشرح الحالة، خاضع هو إذا كان الحادث هذا ناتج عن حادث سير، فبالتالي يتم تغطيته عن طريق وثيقة تأمين السيارات، أو ناتج عن أمور أخرى فبيتم تغطيته عن طريق بوليصة التأمين الطبي. الإبر الخاصة بالركب هل هي مغطاة؟ أي نعم مغطاة، ولكن بموافقة مسبقة، لأنه مبلغها يتعدى الـ1000 ريال مع الخدمة المقدمة، فبالتالي يتعدى الـ1000 ريال، فبالتالي يحتاج موافقة مسبقة. عملية الدوالي أي نعم تغطى بالتأمين، ولكن شرط ذكر أنه الخدمة هذه أو خدمة الدوالي أو يعني حالة الدوالي هذه يكون في إفصاح طبي، مجرد ما يتم طلب التأمين يكون في نموذج إفصاح طبي مقدم من شركة التأمين للعميل، فبالتالي لازم يذكر إنه الحالة هذه سابقة للتأمين، وبالتالي يتم تغطيتها، طالما إنه تم ذكرها وتم تسعيرها في البوليصة من البداية فبالتالي يتم تغطيتها. طيب، خدمات الطوارئ نعم تغطى بالتأمين. ليش بعض شركات التأمين ما تقبل تحليل فيتامين د إلا عن طريق الدكتور الباطنية؟ والله يمكن المفترض إنه لا، ما يكون عن طريق طبيب الباطنية فقط، لأنه نحتاج في كل التخصصات يتم إرسالها ويتم الموافقة عليها، ولكن الأفضل إنه يتم شرح الحالة بشكل وافي من قبل الطبيب المعالج عشان آخذ الموافقة اللي بتكون مطلوبة. عمليات التكميم أي نعم يكون عليها موافقة مسبقة، لأنه في مؤشر كتلة معين للجسم يحتاج بناء عليه ياخذ الموافقة، اللي هو معدل كتلة الجسم يكون فوق 45، فبالتالي بناء عليه يتم إعطاء الموافقة، لكن في ما كانت الحالة أقل منها ما بيتم إعطاء الموافقة، لأنه هذا بروتوكول موجود ومنصوص عليه من قبل مجلس الضمان الصحي. أي، في الإفصاح الطبي كان العميل طبيعي وأثناء مدة الوثيقة ازداد الوزن بشكل مفرط، هل يحق للشركة الرفض لعملية التكميم؟ طبعا هذا أخوي عبد الرحمن خاضع لشرح الطبيب المعالج، فإذا كان الطبيب المعالج للحالة ذكر حالة سابقة أو أعطى تاريخ سابق لبدء التأمين أو تفعيل التأمين، فبالتالي ما يكون فيه موافقة، لأنه الحالة تكون سابقة لتاريخ تفعيل التأمين، ولكن إذا كانت الحالة لاحقة بعد بدء وسريان الوثيقة فبالتالي لا، من حق شركة التأمين أو من حق العميل أن يأخذ الموافقة عليها، ولكن تتطلب شروحات تفصيلية واطلاع على الحالة، طبعا كل حالة على حدة. طيب كذا أتوقع أخوي أبو عبد الله. إذا سمحت لي، أنا عندي سؤال إذا ممكن أخوي بعد. تفضل. طيب، بشكل عام أنت تشوف أنك أنت متخصص في مجال التأمين الطبي وصارك سنوات بخبرة طويلة يعني في هذا المجال، أنت تشوف التأمين الطبي
خلينا نتكلم عن البروسيس الآن، بما أن المحاضرة أو اللقاء هذا خاص بالبروسيس، هل تشوف أن في ممكن عمل أفضل من كذا، ولا الأمور تراها أنت سلاسة بالنسبة للعميل إلى مقدم الخدمة ولشركة التأمين؟ هل تشوف أن في أمور معقدة تحتاج توضيح، سواء من ناحية الإجراءات من جهة المنظمين، أو أن تشوف الموضوع كله واضح الآن لجميع الأطراف؟ بالنسبة لي وحسب وجهة نظر شخصية، إنه الإجراءات هذه يتم يمكن تقنينها كما ذكر أحد الأخوان في خلال المحاضرة، إنه إذا كان في إمكانية من عمل تقنين للحالة، يكون هذا بالتعاون ما بين مزود الخدمة وما بين شركة التأمين. طبعا التعاون هذا يبنى من خلال فترة تعامل طويلة ما بين مزود الخدمة، يصل بعدها في أوج حالاته إلى اتفاق ما بين مرفق الطبي واعتماد، وفي نوع من الثقة بتكون ما بين المرفق الطبي وما بين شركة التأمين، فبالتالي موضوع الموافقات يكون فيه سهولة وسلاسة في من قبل شركة التأمين. في حالة التقنين طبعا هذه كإجراءات داخلية ممكن تكون من قبل مزود الخدمة، إنه ما يكون في طلب لموافقة مسبقة لأي خدمة تكون موجودة، ويتم تقنينها في عدد معين من الخدمات اللي يكون فيها حد ائتماني كلي، لأنه الداتا ما بتكون محصورة في مكان موحد. لكن إذا كان في داتا معينة ومحصورة ما بين المرفق الطبي وما بين شركة التأمين، فبالتالي يكون يتم الرجوع إليها. لكن في حالات معينة لازم يكون في خدمة تحتاج إلى موافقة مسبقة من قبل شركة التأمين، وبالتالي يتم الرجوع لشركة التأمين. لكن زي ما قلت لك أخوي عبد الله، يمكن كوجهة نظر شخصية، إذا وصلنا إلى نقطة التقاء ونقطة ثقة ما بين أطراف العلاقة التأمينية والمرفق الطبي والعميل وشركة التأمين، حيكون فيها سهولة وسلاسة أكثر. لكن يمكن هذه تأخذ وقت شوية طويل، لأنه للأسف إنه بعض الأخوة المؤمن عليهم يكون في إساءة استخدام للتأمين الطبي، يمكن في نوع من عدم الوعي في النقطة هذه. لكن إن شاء الله نأمل إنه مع استمرار التثقيف ومع الوقت إن شاء الله حنصل إلى نقطة التقاء وثقة ما بين أطراف العلاقة التأمينية. طيب، يعطيكم ألف عافية جميعا، شاكر مقدر لكم سعة صدركم ووقتكم اللي أكرمتونا به، إن شاء الله لنا لقاءات قادمة بإذن الله، وإن شاء الله نكون أضفنا معلومة لكم بإذن الله لكنز المعلومات اللي عندكم. ويعطيكم ألف عافية، ويعطي الأخوان في ميديا تأمين عافية. يلا السلام عليكم. مع السلامة.